أنا اسمي سلطان خالد، لاعب المنتخب في النادي الحمرية، وأنا داخل ليزر 4.7. إن شاء الله إن شاء الله يجيب الأول أو الثاني، على الأقل من أول ثلاثة. مو بأول مشاركة، أول مشاركة كانت هني في هذا المكان، بس كانت في شهر واحد، كان يعني كل حد موجود، كان في فئة الريديال والستاندر والأوفرول والجونيور، كان يعني كلهم موجودين. نادي الحمرية فريقه قوي، بس لكن إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله ساكن شد حيلنا زيادة ولي مراكز. نادي دبي والله وايد حلو يعني على الأقل، وبعد منظر يعني يوم تدخل يكون حلو، كل شيء يكون دائما يكون فيه هو، الترتيب حلو، كل شيء حلو مني.